والله يعني والمصحف مالنا كفار والله العظيم اولادنا يعني كمان اللي احنا يا امهات ايش شو هالعمر هاد. كل وحده عندها سبع اولاد هاي من عدد الامهات والابهات الكبار بتحملوا بس الاطفال والله ما عم تتحمل والله العظيم ما عم تتحمل والله ما عندنا شيء نتدفى فيه يحرم علينا والله العظيم بالحرامات نلتف لين وبلكي تطلع شمس ما بقى طلع صار ثلج يحرم علينا ما عم تطلع شمس بشكل كل بيظلمني. خلي يا ربك شوف فاتحة واسطة أولاد صغار وهذا بعد يتحرك وهذا بعد لي هيك عايشة عندي أخ عندي أخت عندي أم عندي أب مقطوعة على هالولاد. كيف عم تتدفوا على حاليا في موجة هاي الصقيع والبرد؟ يعني نزلت على الحاوي جبت كراتين جبت وساخ أنا والطفلة هي عندها بكرة ما خليت حاوي ما نكشتها ما خليت لا كرتونة لا كيس نايل ولا علبة أندومي لا ما خليت شيء كله جبته حطيته بالأكياس عشان نشربه. فرج حتى المي المطرة دايره بتفوت علينا وهي دفينا الفرش الدفل عنا وما عنا غير رحمة الله. أول ما جينا عطونا ثلاث سفنجان ثلاث حرامات يلي بيهرب ما بيتهنى والقاعد دوره بيستنى لو ما بدك تسأل عنا جاي حسابك صدقني. العائلات فقط عم تدفع الحرامات وهذا إن وجد عندهم حرامات. في أناس عندهم أربعة أطفال عندهم بشكين فقط طراحتين وحرامات عم يتناوبوا عليهم لحتى الدفن. بصراحة هدول أولادنا وهدول أمهاتنا وهدول أبائنا الكبار اللي في منهم لحد الآن أبنائهم هن مجاهدين على الجبهات. إذا نحن ما ساعدناهم اليوم أكيد هن ما بحاجتنا بوقت تاني.